الحمد لله مولانا الحق من يقص علينا قصص الحق على لسان رسوله الذي بعثه بالحق عبده المصطفى محمد اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى اله وصحبه وكل من امن به وصدق وعلى ابائه واخوانهم الانبياء والمرسلين وعلى الهم وصحبهم الى يوم الوقوف بين يديك يا حق وعلى ملائكتك وعبادك الصالحين اجمعين وعلينا معهم وفيهم اما بعد فاننا في التامل للقصص الحق راينا ما ذكر الله تعالى عن شعيب مع قومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لا تعدن في ملتنا فربما واجه المؤمنون والصادقون المحسنين مستكبرين على ظهر الارض يقولون مثل هذا المقال او ما يناسبه او ما يماثله او ما يشابهه فليأخذوا من القرآن منهجهم كيف يتعاملون مع أهل هذا الطغيان مع أهل هذا التحدي ما على أهل هذا التعدي للحدود قال المل استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب ولين معك وقول من قومه من القوم الذين نشأ بينهم وفيهم وبلغهم الرسالة فتحقت عليهم الحجة وقامت قال فقال الملل استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين أمنوا معك وفيه هنا أيضا بيان لارتباطات الفئات المؤمنة وارتباطات الناس في مذاهبهم وأنحائهم ببعضهم البعض وكل من انتمى إلى الحق كان بينهم معانا من الترابط والانسجام والذين آمنوا معك لنخرجنك والذين آمنوا معك من قريتنا ولكن آه لكل راس يعود اليه ولكل قوم هاد ويوم ندعو كل اناس بامامهم وهذا امام قومه سيدنا شعيب خُطب لنخرجنك ولنأمنوا معك فهم اتباعك من قريتنا او لتعودن في ملتنا فخاطبهم سيدنا النبي شعيب اولو كنا كارهين استثير منهم العقلانيه الانسانيه معنى الحريه الذي يتشدق به لم لما هذا التحامل لم هذه العصبيه لم هذه الشده ما فعلنا اولو كنا كارهين تكرهوننا على ان نترك دين الله الذي جاءنا عن الله بالحق والهدى اولو كنا كارهين الامر شنيع وخطير وكبير يقول قد افترينا قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها قد افترينا على الله كذبا أن نشرك بشيئا أن نستحل ما حرم علينا قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم وقد يستعمل العود في لغة العربي بمعنى الصير التي إلى شيء وإن لم يسبك ويقول إن فلانا عاد علي منه أذى في كذا، لم يسبق أذى قبل ذلك، كان أول أذى يصل إليه، ويقول عاد يعني صار إلي ووصل إلي، وهذا أيضا يُحمل على هذا المعنى، إن عدنا في يعني إذا صرنا في ملتكم، أما بعض أتباعه فقد كانوا فيها ويعودون عودا، وأما بمثل مثل يوم من لم يسبق له ذلك الكفر والدخول في تلك الملة، فمعنى عدنا أي صرنا إليها. ودخلنا فيها إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها إذ نجانا الله منها إذا فالنجاة مبنية على الخروج من الكفر ومخالفة الشريعة وكل من أشرك بالله شيئا أو عمل على مخالفة شريعة شريعته فليس بناج النجاة الإيمان بالله والعمل بشريعته تلك نجاة كل مكلفين مهما بلغته الدعوة ومن دون ذلك فليس بنج بعد إذ نجانا الله منها من ملة الكفر والمعاصي ملة التكذيب وملة العمل بمخالفة الشريعة هذه الملة هي الضلال وهي الهلاك ومنما يكون النجاة من هلكة إذا نجانا الله منها إنما يكون النجاة من هلكة ومن سوء ولا يكون النجاة من خيرين ولا من تقوى ولا من برين ولا من فضل ولا من إحسان بعد إذ نجانا الله منها يقولوا نحن أكرمنا الله بهذا الخير وفي طي هذا الكلام ترقيق لمشاعرهم حتى يعرفوا مسالك النجاة ويرغبوا فيها فكما فما اعجب حسن اداء الانبياء لرسالات ربهم الله اعلم حيث يجعل رسالته الله اعلم حيث يجعل رسالاته فيحملها الذين هم اجدر بها واحق بها عليهم رضوان الله تعالى وهذا في قمه خطاب مع اولئك الذين تحدوا بعد التحدي يقول هذه نجاه يا اخواننا هذه نجاه نجونا من هذه المله فارتنجوا مثلنا وتعالوا ايضا انتم مثلنا بعد اذ نجانا الله منها وفيها اذن بعد عن التحدي او اثاره النفوس حتى ما قال بعد اذ نجونا بعد اذ نجانا الله هذا فضل الله ربنا علينا من عنده ما نحن بأنفسنا يا أيها الناس يا أيها القوم يا أيها السامعون يا أيها المتحدون لنا قد افترينا على كذبا إن عدنا في ملتهم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها وما يكون لنا أن نعود فيها فإننا قد آمنا وأيقنا فلا يخطر على بالنا تكذيب ربنا ولا الرجوع عن طاعته أبدا إلا أن يشاء الله ربنا إلا أن يشاء الله ربنا هذا الاستثناء قائم على تمام العبودية لله وكما الخشة منه نبي معصوم من معه ولو أراد الله أن يذل أحدا ممن معه لضلوا ولرجعوا فاستثنى هذا الاستثناء أدباً مع الله تبارك وتعالى كما علمنا ربنا ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله، وبذلك ترى أقوال أهل التوحيد في من يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هل يصح منه هذا القول وليس كيف إن شاء الله؟ هل أنت مشهكم في الإيمان؟ ليس عنده شك في الإيمان، قالوا فإذا جاء على سبيل التبرك على سبيل التعليق فلا يضر ذلك شيء، بل هو هو كذلك وهو لا يدري ايضا بالعاقبه وهكذا درج الانبياء وهم المعصومون على الخوف من العاقبه والخوف من الخاتمه نسال الله حسن الخاتمه والثبات على الايمان وعلى لا اله الا الله يقول لهم قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا والا ان يشاء الله تاكيد لعبوديتهم لله تعالى وادبهم وهذا ادعى لان يستجيب القوم فلا يصادفون امامهم مضاد ومناد يدعوهم الى نفسه بل يدعوهم الى الرب وهو بمظهر التذلل فذلك اقرب لان يدركوا حقيقه الدعوه وان يؤمنوا بها ما إذا كان ما تصوروه كما يقول الكفار سيدنا موسى وسيدنا هارون يقولون لهم فيما جاءوا به إليهم من الحق والهدى وتكون لكم الكبرياء في الأرض ظنوا أنهم يريدون شيئا لأنفسهم وما أرادوا ذلك ولا قصدوا ذلك وهكذا يقول الذين كفروا لرسلهم آآ 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 لما قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاتصمت ردعوكم ليغفركم بكم ويؤخركم وي وي إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم لما مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين فاتونا بسلطان مبين لهم لهم إن نحن لا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء فيتصورون أنهم يريد هؤلاء الرسل أن تكون لهم الكبرياء أو تكون لهم ملة أو أن يثبتوا أنفسهم كما يقال والأمر أكبر وأعظم من ذلك فلهذا تجد إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما قال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أي فهو العالم بنا وبكم وبما يدور بيننا وبينكم وهو العالم ببدايتنا ونهايتنا والمحيط علما بكل شيء ربي وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا يحتاج أمام مختلف التحديات أن يصح مبدأ التوكل على الله وأن يقوم تقوم حقيقة التوكل على الله من قبل جميع المؤمنين على الله توكلنا أي على الله وحده توكلنا اعتمادنا عليه مهما دعاكم إلى التحدي قواتكم ونفوذكم فإن اعتمادنا واستنادنا على الله على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أي احكم بيننا وبينهم بالحق وأنت خير الفاتحين وفيه ايضا مع ذلك بسط المجال للمخاطبه وللمحاوره وللمكالمه قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها فالأمر متعلق بما بيننا وبين إلهنا جل جلاله لو كان شيء متعلق بنا وفي مقدورنا لا يمس علاقتنا بربنا لأعطيناكم لا لكننا لو رجعنا لهذا خسرنا نحن بيننا وبين الرب جل جلاله ففيه بيان كامل لمعنى الملة الحق والمعنى ملة الحق والهدى وواجب الاستمساك بها وما يترتب على ترك ذلك فما أحسن بيان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيجب أن يقابل المتحدون بهذه البيانات بهذه البيانات وبهذا الثبات على الله توكلنا ثم الدعاء فلا بد من التوكل ولا بد من كثرة دعاء الله قال سبحانه وتعالى في موقف من مواقف النبي محمد وصحابته الأكرمين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فلا بد من الدعاء وعموما قال لنا الحق جل جلاله في بيان عظمه الدعاء قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاءكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعوكم فهذا هو الدعاء وختم حواره معهم بدعاء الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين فلا بد للدعاة الى الله تعالى ولملة واهل ملة الحق والهدى ان يحسنوا التوجه الى الله بتصحيح التوكل كل عليه والاعتماد عليه هنا تذهب هيبة النفوذ للكفار بما عندهم من أسلحة وغيرها من المتحدين للحق فيقول يقال على الله توكلنا وهنا يقوم صحة الاعتماد والاستناد للرب بدعائه سبحانه وتعالى والتضرع والابتهال إليه جل جلاله وتعالى في علاه فلا بد من ثبات ومع الثبات خوف من الله الا ان يشاء ربنا ورجاء فيه سبحانه وتعالى وثيق عميق باعتماد عليه واستشعار وصفه الاعلى وسع ربنا كل شيء علما فلا يمكن ان ينقص شيء في الشريعه ليكمله احد من اهل الحضارات ولا غيرها وسع ربنا كل شيء علما بهذه الاسس نقابل تحديات الكون والعالم ومن فيه وما فيه بمنهج رب الكون ومكونه وهدي أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم ثبتنا الله على الاستقامة واتحفنا بالكرامة وجعلنا من عباده الصالحين والحمد لله رب العالمين شغف الذي بكلام ربي تاليا ومرتلا ومناجيا مولاه